واخا يعني عندي واحد الاقتراح صاب لي بنيت لي ولود واخا حليب مركز محلى تفضلي هي بعدك المكتوب ما كاين حتى مشكل تفضلي ناديه نص كيلو ديال الفرن ربع ديال سكر كلاصي واحد شويه الملحه ربع ديال الزبده عاديه معلقه كبيره ديال الماء دافي ياك ما كنزربش ايه تفضلي لنا يلا جوج بيضات المهم هادي العجينه عاد حك ديال الحليب محلى ايه وشويه ديال اللوز مهروش واخا انا كنديروا هاد المقادير كاملين كنجمعوهم كتجي واحد العجينه لينه ما كتجي لا قاصحه لا جاريه كنديرها واحد الساعه في الثلاجه كتجمع شويه وكنجبدوها كنورقوها كتجي رقيقه شويه ما تجيش ما تبقاش غليظه حيت غنلاصقوهم كيجيو ناقصين كتجي رقيقه وكتقطعيها بالمطبع اللي بغيتي اي شكل عند سيده في الدار هي المشم اللي بغينا واخا كطيب كطيب ذهبيه ما كتجيش محمره بزاف صافي ملي كتخرجيها من الفران كتلصقيها بهذا الحليب طايب حكا طايب على هذا شكل الكراميل سمحوا لي انا لا 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 خذي راحتك لا بارك الله فيك كيطيب بعدا واحد ساعه الا ربع كوكوت وهي فاش كيولي كراميل كنلاصقو به وكنديرو من دهنو من الفوق وكنديرو ليه اللوز مهروش واخا كيجي بالصابي كيجي زوين زعما فعلا في الطيبه ديال داك الحليب المركز فعلا كيجي زوين زعما كننصح السيدات انهم يديروه